يقول السائل: متى أقصر الصلاة إذا كنت خارجا من بلدك إلى مسافة قصر التي اصطلح العرف على أنها سفر؟ فإذا خرجت من بلدك في طريق السفر بدأت القصر، لكن لا يكون الخروج من بلدك هو منتهى السفر، إنما منتهى السفر مسافة القصر. يقول: هل حينئذ لي أن أجمع جمع تقديم أو تأخير؟ نعم يجوز لك ذلك، والله أعلم.